شنو نقول لك نورمال دابا ملي تخر رمضان مت واحد البروغرام ديالي باش كنجي كل 3 ايام في السيمانه كنعمل ساعه قبل المغرب تجري وكنعمل فيها لي زابدو شي شويه ايوا هي هذيك شويه نحرقوا الكالوريز اللي كندخلو مور المغرب شويه نحتلوا على راسنا وهادشي اللي كاين مزيانه زعما رمضان الواحد يخرج يتحرك في هاد الساعه هادي خصوصا الرجال النساء راهم في مطاعتهم الرجال يخرجوا يتحركوا شي شويه تهلاو في صحتهم شكرا واش المبروك هذا الكورنيش مناسب لكم تعملوا التمارين صراحه الكورنيشات اللي كاينين في طنجه كاينين بزاف كاين بلايا كاين هنايا كاملين بهم مزيانين باش تحرك وتجري ويا هذيك تشوف الدنيا فهمت شكرا حنا في الطريق كنتواجدوا دابا في طريق المرقاله في مدينه طنجه ايوا كنعملوا شويه التمارين الرياضيه اللي الطب في رمضان كينصحوا بها دابا هادي باقا واحد ساعه ولا جوج ساعات كنتكون باقا المغرب كنخرجوا هنايا نجريو ايوا نعملوا التمارين باش كنخفوا الدم ديالنا شويش باش هادشي اللي قالوا الدكاتره وهادشي ما كاين صد كورنيش عندنا طويل بزاف طويل تبارك الله راه مهنه ما لا بطل بغيتي تجري ولا تقدر تجري ساعه تقدر تجري زوج ساعات لا فيك الجهد يعني الكورنيش عندنا كبير بزاف تبارك الله والبحر بغارتنا واسبانيا بغارتنا والمنظر فين فهمتي احسن منظر هو عندنا هنايا ايوا وكنجريو الحمد لله كنجيو هنايا المرقله قبل الفطور واحد الساعه دمكانا كنتمشاو كنعملوا الرياضه كل نهار على حساب اليوم كنجيو كنخرجوا العواور صغارين كنتبردوا كان على حساب النهار انا الحركات الاطباء كاملين كونساي باش نجيو لهنايا نتمشاو شويه لهواء البحر كنشموا لهواء البحر الهواء نقي كنجيو باش نجيبوا المغرب هنايا باش فوالا هادشي اللي كاين يعني هذا هو المكان المفضل الساكنه طنجه كاملين كنجيو تقريبا هنايا قبل المغرب او مور المغرب كنتمشاو كنعملوا الحركات كنبقاو هنايا على طول العام تقريبا تبارك الله عليكم رمضان مبارك كريم على الجميع كما كيعرف الجميع فرمضان يعني عنده واحد النكهه خاصه واحد الطابع خاص على جميع المغاربه وجميع المسلمين بصفه عامه يعني كما كيعرف الجميع يعني جميع الاطباء كينصحوا على التمارين الرياضيه و يعني هو رمضان اصلا يعني بما ان الله عز وجل كاين يعني هذه الفريضه هي ايجابيه على صحه الانسان والحمد لله يعني كتبقى واحد الجو واحد الطابع والانسان يعني خصو يعمل شويه ديال التمارين الرياضيه واخا حنا كتشوفوني هيدا بيدي عجز من الرياضه دابا عاد و يعني الانسان عنده حق على النفس ديالو وكيخصو حتى هو يكون ملزم ويتكي شويه على النفس ديالو ويقوم بالتمارين الرياضيه وتبارك الله عليكم جميعا حنايا كساكنه داد المدينه هادي كيعجبنا نجيو لهنا هنايا سواء قبل المغرب ولا مور المغرب كنجيو فهمتي كنجيو كيعجبنا حالنا كنجيو لهنا نتمشاو كنعملوا شويه ديال الرياضه شنو هي اخر المهم انسان مزيان يتحرك شويه سواء قبل المغرب ولا مور المغرب دائما مزيانه الحركه ومهم كنقدموا التحيه للناس كاملين وكنقولوا لهم خصهم يعملوا رياضه ويتحركوا شويه في رمضان كثار ودائما السبور مزيان سواء في شهر رمضان ولا مغير شهر رمضان وانسان ينقص شويه الماكله ياك ويزيد من الحركه وشويه ديال العباده. احنا في كورنيش مرقاله كنجيو قبل المغرب باش كنعملوا شويه شوتينك شويه هادي نتمشاو شويه والله يدخل على رمضان مبارك على الجميع على جميع الامه الاسلاميه يعني كامله. الرياضه مهمه في رمضان خاصه. مهمه بزاف الصراحه مهمه الرياضه قبل المغرب مهمه بزاف سامور مور الفطور وهادشي اللي كاين. الاجواء ديال رمضان صراحه في طنجه مزيانه فهمت ما الانسان كيفطر كيخرج مثلا كيتريض كيمشي مثلا مع لاباطا كيتبر الخروص فهمتي داكشي مزيان تبارك الله مثلا كتداود على البحر كتبدل الاجواء مزيانه.
كنمشي مثلا لفيلا هاريس السورية فهمت، فمشيت الأجواء صراحة مزيانة، مشيت العشاقة الأجواء مزيانة فهمتي، ومساحة تبارك الله كبيرة مثلا كتجبرها مع لاباطا تاع العشاقار. المهم جبد هاد الطريق تبارك الله، وصراحة اش نقول لكم قبل ما غير ديك الساعة المكانة كنجيو كنترايدو هنايا. المهم جبد هاد الطريق مثلا مع لاباطا نقول لك زعما أجواء مزيانة قبل المغرب ساعة المكانة. إنسان ننصح مثلا الشباب تاهم يكونوا بحال نايدة ما يطلعوش واحد تجي قبيحة هيدا، المهم لازم يدخلوا واحد موهبة ديال الرياضة وصافي. Thank you.